شهدت عدد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة مناهضة للنظام في إيران بالتزامن مع المظاهرات المؤيدة التي يسيرها النظام في كل عام بمناسبة الذكرى 40 لثورة الخميني. ونشر المحتجون دعوات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها المتظاهرين للاحتجاج في الساحات، ولكن في مناطق تبعد مسيرات النظام المسيرة، وذلك استعدادا لاستقبال تغطية وسائل الإعلام الأجنبية التي يدعوها النظام. ويرى المتظاهرون بأن الحضور الواسع للصحافة العالمية سيصب في مصلحتهم من أجل إيصال صوتهم للعالم، وأن حضورهم سيحول دون قيام السلطات بقطع الإنترنت. إلى ذلك، نظمت السلطات الإيرانية زيارة شكلية لسجن إيفين والذي سقط فيه عدد من القتلى، ودعا النظام للزيارة أفرادا من مجلس الشورى، اختارهم النظام بشكل انتقائي في محاولة لتغطية فضائح جرائم ضد المعتقلين. في كل يوم يخرج للمظاهرات يسوق المواطن الإيراني خطواته إلى مثواه الأخير، ولكن بالرغم من ذلك تتواصل الاحتجاجات ويخرج النساء قبل الرجال دفاعا عن انتفاضتهم، متحدين بشائع القمع وحبال المشانق وأيادي الاعتقال والتعذيب. المعتقلون ملأوا السجون، آلاف منهم يجهلون مصيرهم ويخضعون للتعذيب. وطبقا لآخر التقارير فقد قتل النظام حتى الآن 14 شخصا في سجونه بعد التعذيب، واتهمهم بأنهم انتحروا أو فقدوا أرواحهم بسبب تعاطي المخدرات. خلال شهر الانتفاضة الماضي شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات واسعة في أكثر من 80 مدينة إيرانية، وقد تمت بشكل عشوائي وتعسفي، وارتكبت بحقهم جرائم ضد الإنسانية ولم يتمكن النظام من إخفائها حتى اليوم. وفي محاولة لتغطية فضائح تلك الجرائم بحق المعتقلين، نظمت السلطات زيارة شكلية لسجن إيفين لعدد من أعضاء مجلس شورى النظام بشكل انتقائي، ومما لا يمكن إخفاؤه هو تعداد المعتقلين، فقد اضطر رئيس هيئة السجون بأن يدلي بتصريح حول عدد المعتقلين، وقد كشف بأن عددهم حوالي 5000 سجين، 27 منهم نساء، إلى جانب العشرات الذين تحتجزهم أجهزة المخابرات. لكن مصادر المعارضة تؤكد بأن العدد الحقيقي للمعتقلين والسجناء أكثر بكثير، وأنه قد يصل إلى 8000 معتقل، فقد تجاهل رئيس هيئة السجون أعداد المعتقلين الذين يخبعون في السجون والمعتقلات السرية التابعة لوزارة المخابرات.